السلام عليكم، اليوم معكم اللورد ربحي في الجيمين ام الشابة وردة. كتمزكني الشابة وردة، كنا ناخذ قلت لك يلا فوق نخلو وصلت الحضيض. الاسم ديالي هو بصمد ربحي، ساكن في مدينه اكادير، انفوغرافيست اي فيديو ايديتين، او ميم طون كنخدم كدا مع شركات وفريلانس، وفي الفري تايم ديالي كنلقو داك او بي اس كليكي عليه شابه واضحه في الباك جراوند، وكان كيشدني شي بوكي قادني راك عارف دوك لي جيمز ديال العصاب. خويا كانوا لي جو فيديو كانوا كيخلعونا في الاول، ما نكذبش عليكم، خصوصا واحد دو جيمز، واحد هذاك داك الكلون اللي كيبقى ينقص ديك العافيه ياك، وواحد ديال البانغوان كيبقى ينقص في الجليد، هادوك ما عرفتش كانوا كيخلعوني. من بعد زعمت بديت نقصر باتل سيتي كدا ديك الدبابات كونترا واحد شي اميلوغاسيون، ضربنا السيغا في واحد شي شويه سونيك راك عارف. من بعد بلاي ان كنت صراحه محظوظ في الصور ديالي، كان عندي واحد الخال الله يخليه لينا عنده واحد البلاي، كنمشي عنده كيخلي نعطيني البلاي نقصر فيه، عنده محل تاع البلايات كنقصر فيه النهار كامل، حتى تجي الوالده وتجرب لي من الودن نقول لي اجي دخل داركم. قصرنا البلاي ان دوزنا فيه واحد المده، مي اكثر واحد شويه امليو غير الخال ديالي البلاي 2، هذاك كونسول اكثر حاجه دوزت فيه مع الطفوله ديالي هو البلاي 2. البلاي 2 فريمون قصرت فيه بزاف، فريمون بزاف بزاف. من بعد اكتشفنا السيبر، ولا المهم طاك يدور معايا كنمشي السيبر، السيبر تا هو حكيتو دوفيس شي جو مثلا بحال جازر جاك رابيت دو قصرتو بزاف، قصرت شنو نقول لك، تا جي تي فاي سيتي سان اندرياس اكتشفنا شي دي جو مثلا ديال فيسبوك بحال دابا ديك مزرعه سعيد سعيد دوزنا فيها طن دوك جي تي فيسبوك تما دوزت فيهم. من مورا الفتره ديال السيبر مولا الدار جابوا واحد البي سي بانتيم كارد مع القرايه هكذا، انا استغليت ديك الفرصه واكتشفت دي جيمز جداد بحال باتل فيير كال اوف ديوتي كذا ار تي اس جيمز اج اوف امباير امباير ايرث ودي جو اخرين. من بعد اكتشفت بلي راني مليميتي في لي جيمز، مثلا بغيت نقصر مثلا شي حاجه بوم كدا وانا عندي بانتيم كات والو. ديك الساعه قررت نمشي نخدم، مشيت ضربت على بريكولات وانا صغير، مشيت خدمت واحد الخدمه ميني سمسار، كاين شي ديورات خدمنا شي في المارشي. من بعد شريت واحد البي سي مرتاح شويه صافا اف بي اس مرتاح، واخا هكا كلوني على لي بوس. لا لا شوف، بالاصرار والتحسن والصبر الانسان كيزيان فوالا. كنت واخا هكا كنقصر دي ستوري جيمز، مي ابارامون كنت دابا انايا واحد الانسان بزاف كيلعب سولو، حتى الاونلاين جيمز كنت كنلعبهم سولو، كندخل سيرفر كدا تشانشيت باتل فيت طن طن كنخرج صافي كنغير. كنت كنتفرج في فيديو في يوتيوب تاع بنان كيقصر كدا، واحد شويه اكتشفت باللي كاينين يوتيوبرز مغاربه، واحد شويه قلت واش كاين بنادم كيقصر مغربي ملتي بلاير جيمز اونلاين، واكتشفت تيم سبيك، دخلت شي جروبات فيسبوك عطوني تيم سبيك، دخلت قصر معاهم كال اوف ديوتي الفور، قصرنا باتل فيد واحد شويه دوزنا في سي اس تي 1.6 دوزنا فيها، وعسقيتها دازت واحد المده دخلنا الرينبو 6 سيج حتى هي قصرت مع واحد الدراري رجال حتى هما اذا كانوا شافوها الانتيبي الدراري رجال كاملين، قصرنا الرينبو واحد المده حتى واحد شويه ويلصق فيا واحد الكونسير ديال ليغ، الله الله لصق فيا الكونسير ديال ليغ اوف ليجند حتى هي صافي دخلنا في ليغ اوف ليجند مده. ومع ذلك قصر دي ستوري جيم انتراكسيون مع السوز جيم كانت هي دارك سوز 3 في 2017، واخا هكاك كان شويه اف بي اس مضروب، ولكن الحرب والقتال الحرب والقتال حتى وصلت واحد البوس راه سميتو بونتيف، كان كيضرب لي اف بي اس حتى لشي 10 اف بي اس صافي،
هذا الله هذا الله ما يمكنش داك البوس كيدخل كيخرج لك كلون كيدل عليك السماء كيجيب لك ما عرف شنو من الارض ما كيزقاش من الضريب خويا 10 اف بي اس حبست او الثاني قلت راه نزلت شويه قصر داك الصوت قلت لك فاش منا الطريق مو مشكله قلت هذا تن من بعد انا رجعت سود جيم واخا كان كيبون لي سود جيم كان تفرج كذا خصوصا الاو اس تي تاع داك سود زاد الراحه النفسانيه شحال ماستر بيس فهمت دابا انا نجبد لك التليفون ديالي بلاي ليست تاع كامله او اس تي داك سود. المهم دوزنا واحد الايره ديال ليغ اوف ليجند كذا من بعد كذا سالينا القرايه خدمنا وكتسهل علينا الله شرينا واحد بي سي صافا مزيان كدا هو اللي بدي كنطلق فيه ستريمات بغينا نرجع للقصه ديال الفيديو ديال ستريمينغ خاصنا نرجعو سين طلور في 2017 فاش يلاه اكتشف بلي كاينين يوتيوبرز مغاربه كيلوحوا فيديوز ديال الجيمين في يوتيوب كنت انسبيريت قلت راه نجرب حتى انايا تما خرجت الريفحي جيمز تما خرجت هاد الشانيل باش كنبوستي فيديوهات انا كنريكوردي بالعذاب والعذاب الشديد اللي كنريكوردي دروب اف بي اس كاميرا ديال التليفون ولكن واخا كنخرج شي فيديوهات راه يو نو داكشي دارك سيكريت ديال ربحي وياك دوز ما مده في اليوتيوب واحد شويه صافي كان عندي ديك الساعه السيزيام الواك غمق هذاك الشيء باش نفوكسي شويه نمشي الباك كذا على ممكن ما كنكمل ربحي ديك الساعه ديك الفتره اللي حبست فيها اليوتيوب اكتشفت بلي داك الشيء بنادم كيستريمي في تويتش قلت انا نستريم اكتشفت بلي اكتشفت الستريمرز المغاربه ديال ليك كانوا فوكس ستريمرز شاكي دراري ياك قلت وانا تما كان عندي واحد السكيل ديال الايديتين بديت كنشد لي كليف كدا كنايديتيهم الدراري كنلعبهم الدراري خلاص تماك بان شي شويه ربحي غادي كيبان تماك فاش ومن بعد شريت البي سي دخلت الفيبر مورا الخدمه وانا نقرر نستريم ملي كنستريمي ولد ليغ فوالا واحد شويه وانا نرجع للفيس القديم ديال ستوري ديال سول جيم تماك بدينا ربحي اللي كتعرفوا دابا احسن لقطه طلعت لي في ستريم واحد النهار كنت لاعب واحد قويمه ديال ليك اتروكس واحد الجيم مشحره وجاني هوست من عند وقيله شي شراكيه دريمز نسيت تحيد الدراري ديال ا بي ار سيبور ديما ديجال لحقتكم جاني داك الهوست تفرقع ستريم بوم اش هو هاد الشيء انا تصدم انا صاحب عليا 5000 ديك الساعه اكتيفا واحد ربحي شكال ديك الجيم دا شاب ضحك ما يمكنش انا يا صافي الدراري تماك بقاو كيضحكوا الشاط بكنا اش 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 ديك الجيم دات زايد ديك الساعه بدا كيبان ربحي مزيان اخي بلقطه طارت لي في ستريم كان عندي واحد تشالنج درتو مع الشاط هو انني قصر تقريبا كاع ستودز جيم اللي كاينين في البي سي ستريم واحد ما تقطعش ستريم صافي داز النهار الاول وهذاك الثاني شاب على ضحك الدراري زايين واحد النهار ما عرفش اخويا شنو قالوا لي مراسهم تقطعت قحات كونيكسيون مشى لي الشال مرض داك النهار كان داكشي غادي زوين وزايد تقطع لي مرض شحال من دابز كدا بزز شي نهار مشى لي باش رجعت لي الكونيكسيون واخا رجعت من مورا رجعت لقيت ستريم نكمل شال واخا كنت مدي موتيفي كدا قلت الدراري يعني حبست هادشي تيلتاني مشات لي كونيكسيون مشات كلشي واخا هكاك الدراري تاع الشاط شجعوني وقال لي هاني كمل الشال كذا وكملت داك الشال تقريبا ضربت ديك ستريم سبع ايام كامله الطقس اللي كاع سوز جيم وداك ستريم بديت فيه داك سوز دو تساليت في ستريم واحد خدات مني ثلاث ايام اللي انسبيراني في ستريم هو الصراحه اول ستريمر مغربي اكتشفته ديال ليك اللي هو فوكس تحيه ليه من هنايا فوكس صراحه كنت كنتفرج فيه بزاف مده طويله حتى هو ملي تعرفت عليه وبديت كنديتي ليه فيديوهات وانسبيراني شويه باش نستريمي حتى هو شجعني نستريمي من بعد تا دريم شاكي تما انسبيراني شويه بديت نستريم تما كلونسيت ستريم كنت انا صراحه كنطلع مع فوكس تقصروا مع دي جيمز والدراري تا هو كيضحكوا قال لي خاص تستريمي كذا ومن بعد لونسيت ستريم والدراري عجبهم الحال حاليا بصراحه رينان كنتفرج فيه بزاف حاليا في هذه الوقيتة كيبان لي اللايف ستريم ديال ريمان الصراحة كيعجبني هاد الأيامات جاب واحد الصراحة واحد الكونسيبت جديد دا دري تشي نقي تبارك الله عليه الله تحية ليه من هنايا الله يسر عليه
بس في ميستريمر عندي الصراحة كاين لي كونط ديال ايفانا. ايفانا عندها كونط زوين الصراحة، هي اللي كنتفرج اكثر في الدريات. والصراحة كان داك الشيء طرول الصراحة، كنا جالسين في الديسكور، كان واحد التورن هو معاه، نقول دراري قالتو تشيك دابا غادي نكسرو ندخلو عليهم. سميناها دابا المشكل، سميناها ال ال تي. شنو معنى ديال ال ال تي؟ لي ليفرز ليجاسي تيم. علاش ليفل ليجاسي تيم؟ حيت حنا كنا كنكونو ديما مقصرين، ضروري واحد تقطع لي كونيكسيون ولا غيمشي اف كا، ضروري هذه ما حيدهاش الطبيب، ضروري. دخلنا كندخلو الجيم الاولى واحد اف كا، الجيم الثانيه واحد بعد كيعيط عليه با، الجيم الثالثه الدراري مشات لي كونيكسيون. كنهزو كناخدو قلت لك يلاه فوقي نخلو. ستريمد اللي جا قال لي نكولابي ونمشي مع ديريكت الصراحه هو سكيني. سكيني حيت كنبغيه صراحة. أنا وسكيني كندوز واحد الكونتنت ناضي، كنبقى نتفاهمو وكنطلعو كندوز طالعة ناضية. ها هو واحد خينا نكولابي معاه ولكن منلعبش معاه. أستاذ طيبة تحية لي من هنايا، كنلعب معاه الليك، كيدير ليا الطيارة، كنلعب معاه شي أورور جيم. أنا داخل الدار وكندور كندور هكا، كيبان ليا قالت الله مقند بحال هكا في شي باب، قولي زيد دخل دخل الدايرة. أنت واحد شنو تبعت كندخل راسي كنترفع كيبقى كيديماري كيعوج. تحية للخويا شطيب الله يحفظك. درنا انا ويا كوكين كذا طيبنا، الله الله داك الشيء خرج المعدة اللي كانوا كتضير. علاقة بين الشاط حب وغرام. طبعا الشاط عزيز علي، كل مرة كنحل على الشاط كنقدم ليه وردة، هو باش كيجازيني فرع الراس. كندخل ودنيا كتبلونطاو ديك المزيكا غوات صداع ديك الاليرت باز. كنخرج راسي فهمتي بحال خارج من الدخان فاش كنسالي ستريم، ولكن الشاط عزيز عليا بزاف الصراحه. كنشكر بزاف الجيمين ام واحد استضافونا هذا النهار، والدراري كاملين كاينين في بيهايند سينز، كنحبكم كاملين. ولا بغيت نلوكي لكم الفيديو ديال ريف حي جيمز القدام اليوم ديال الشانيل.